شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في جنيف، حيث أكد على موقف دولة الكويت الثابت تجاه دعم عمل المنظمات الإنسانية دون أي اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية. نعم، كما دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل وفتح المعابر لإيصال المساعدات والتوصل إلى حل سلمي شامل في فلسطين المحتلة. مؤتمر دولي للاجئين نظمته المفوضية العليا لحقوق اللاجئين في جنيف لبحث أوضاع وأسباب اللجوء حول العالم ووضع سبل لتدعيم العمليات الإنسانية في ظل تراجع التمويل عاما بعد عام. دولة الكويت التي تعد من أكبر المانحين لعمل المنظمات الإنسانية جددت تعهدها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لكسب حقوقه ودعم عمل المنظمات الإنسانية من دون أي تسييس أو شروط مسبقة. إن مساهمات دولة الكويت في هذا المجال لا تكون إلا من منطلق حرصها الدائم على مساعدة الشعوب المنكوبة ومن واجبها الديني والأخلاقي والإنساني بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى كانت جغرافية، عرقية، أم دينية. يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق اليوم من واقع مؤلم وتهجير قسري وعنف ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية هو أمر مرفوض تماماً ومستنكر بأشد العبارات، ويحتم علينا دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية دون شروط والعمل سوية للوصول إلى حل عادل وشامل ونهائي. المفوض السامي للاجئين حذر من التهديدات الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين خارج غزة، واشتكى من تراجع التمويل الدولي لدعم العمل الإنساني. يقلقني بشدة النزوح الجماعي داخل قطاع غزة ودفع الناس باتجاه الجنوب، لأن ثلثي سكان غزة هم من اللاجئين الذين عانوا هم أو عائلاتهم مأساة التهجير عامي 1948 و1967. أما حصول النزوح إلى خارج غزة باتجاه مصر فسيؤدي إلى عدم استقرار لمصر وسيناء ويدفع بالقضية الفلسطينية إلى المزيد من التعقيد، ولسيما بما يتعلق بحق العودة للاجئين. معالي وزير الخارجية الفلسطيني ذكر بدور دولة الكويت الراسخ في دعم حاجيات اللاجئين الإنسانية حول العالم منذ عقود ولا سيما في فلسطين. نحن نعلم تماما بأن الكويت لم تتوقف عن تقديم مثل هذا الدعم، وهي دائما تلبي تلك الاحتياجات كلما استدعى الأمر ذلك، وهذا شيء نحن نقدره كدولة فلسطين. واستمعنا إلى خطاب وزير خارجية دولة الكويت عندما تحدث عن تلك المساهمات المالية التي تقدمها دولته لليونتسيار، وليس فقط سنويا وإنما على مدار السنوات الطويلة. معالي وزير الخارجية رفض سيناريوهات التهجير القسري التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على السكان الفلسطينيين في مختلف المناطق. 114 مليون لاجئ حول العالم يواجهون أصعب المراحل بعد تراجع الدعم الدولي الذي أوقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عجز تاريخي يقدر ب 400 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي. دينا أبي صعب، جنيف، تلفزيون دولة الكويت.